كيف كان جدولك في الريتس أمير؟ والله كان أنا عندي برنامج هناك، أنت عارف أنا جدا دقيق في حياتي. وأنا أكل خضار فقط، ما أكل يعني أي لحوم وأسماك. ما استفدت من الذبايح هذه؟ لا أبدا، بالعكس أنا كنت أعطيها للحراس اللي معي لكن يأكلونها، ومرات يعني أشاركهم مرة أقعد معهم طبعا. فبرنامجي كان دقيق جدا، يعني أنام بعد الفجر، أصلي الفجر. الجزء الآخر كان القراءة، الجزء الآخر أتابع التلفزيون. شو قرأي؟ يجيكم كتب؟ يجيكم جرائد؟ يعني كيف تقرأ إيش؟ كم معي كتبي أنا؟ نعم كم معي كتبي أقرأها طبعا أنا، بس ما أجي جرائد، لا الأخبار أخذها من التلفزيون. وكنت أعمل رياضة، أمشي في اليوم على الأقل 2-3 كيلو. في نفس السويت، عندي سويت كبير. في نفس السويت يعني؟ نعم السويت كان هو كان حوالي 1100 متر طولي، فأنا كنت ألفه كمان 4-5 مرات في اليوم. هو 250 متر طولي، آسف 250، كنت كل 4 لفات تسوي 1000 متر، كنت ألفه حوالي أنا 12-16 مرة عشان يكون 3-4 كيلو. كان عندي برنامج دقيق يعني جدا.